هسا راح نكمل الجزء الثاني من السكشن 11.6 اللي هو ايش؟ اذا كانت عندي ناس تعويض ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية. كيف هذا؟ انت مجبور انت بهاي الحالة انك تجعله بسط على مقام. كيف يعني؟ حتى تقدر تشتقه، يعني حتصير ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية، حتصير ما لا نهاية على ما لا نهاية. كيف طرق؟ يا اما بيجي عندك سؤال انه محتاج توحيد مقامات، يا اما سؤال على اللين بيجي عنا عن طريق الخواص، خاصية القسمة تبعت اللين اللي هي تبعت الطرح. تمام، هاي اول شكل. ثاني شكل حكينا عنه هذا. خلينا نشوف اول مثال. لو اجي حكالي الليمت لما اكس حت اول للواحد، واحد على اكس لين الاكس ناقص واحد قصدي اكس على اكس ناقص واحد. هذا السؤال من الكتاب قاعد بنقول. تمام، ايش ايش طريقة الحل هاي؟ انت مجبور راح تطلع عوض الواحد لن واحد على لن الواحد وتساوي صفر، واحد على على صفر ما النهاية ناقص واحد على على صفر ما النهاية. تمام، ايش انت مجبور تعمل هسه؟ مجبور توحد مقامات ليمت لما اكس حتقول للواحد اكس ناقص واحد ناقص اكس لين الاكس على لين الاكس في اكس ناقص واحد. عرفت كيف السؤال؟ تمام، هسا وصلنا لهاي المرحلة. عوضها ما النهاية رح تطلع على ما النهاية. تمام، هسا وين الشغلة؟ بالاشتقاق، ما النهاية على ما النهاية. عوض اشتق قصدي واحد ناقص افتح لي قوس اكس في واحد على اكس واحد زائد لن الاكس. تمام، على هاي شو مشتقتها؟ هاي في مشتقتها يعني لن الاكس زائد هاي في مشتقتها. ايش هاي مشتقتها؟ يعني اكس ناقص واحد على اكس ليمت لما اكس حتقول للواحد. رتبها واحد مقامات، يعني ايش حتصير؟ ليمت لما اكس حتقول للواحد يعني واحد ناقص واحد يعني ناقص لن الاكس على اكس لن الاكس زائد اكس ناقص واحد. ارفع لي الاكس اللي تحت، هاي حتصير ايش؟ مضروبه في اكس. هسه ايش بدك ترد تشتق؟ يعني انت مجبور بهاي الحاله ترد تشتق، فبتحكي ليمت لما اكس حتقول للواحد اشتقها اكس في إيه يعني ايش حتصير؟ سالب واحد زائد لن الاكس، طبعا في سالب برضه لانه سالب للثنتين، على ايش مشتقتها؟ اكس في لن الاكس. ايش مشتقتها؟ واحد زائد لن الاكس زائد واحد. تمام، هسه وصلنا لهاي المرحلة. عوض لانه هاي عبارة عن صفر على صفر كانت، فانت مضطر هسه تعوض هاي صفر على صفر، عشان هيك ردينا اشتقنا كمان مرة. سالب واحد في سالب اكس يعني ايش حتصير؟ سالب واحد على واحد في النهاية على اثنين، فتساوي الجواب ايش؟ بطلع نص. هاي اول شكل، فهمت كيف؟ يعني انه بيجي انه يا اما توحيد مقامات. خلينا نشوف كمان مثال يعني لهذا الاشي. اذا كان عندي مثلا ليمت لما اكس حتقول للصفر كوتان ناقص كوسيكا للاكس، كيف هاي بتحلها؟ جرب عوض كوتان اللي هي كوساين على ساين، كوساين الصفر كوساين الصفر واحد على صفر ما لا نهايه ناقص ما لا نهايه. انت بهاي الحالة مجبور ايش؟ ترتبها ليمت لما اكس حتقول للصفر كوساين على ساين طبعا للاكس طبعا ناقص الكوساين اللي هي عبارة عن واحد على ساين للاكس، واحد مقامات واسحبها بعدين على المشترك. ايش راح يصير الشكل؟ ليمت لما اكس حتقول للصفر كوساين ناقص واحد على ساين الاكس. طيب عوضت ضرب تبادل، سحبت الاكس الساين العام المشترك واختصرتها مع المقام. هسا صفر اشتقها سالب ساين الاكس على كوساين الاكس ليمت لما اكس حتقول للصفر وتساوي سالب صفر على واحد وتساوي صفر. هاي الشكل الثاني. طيب هاي واحدة للليمت واحدة لهاي. طيب هسا خلينا نشوف اذا كان عندي السؤال. هاي الصفحة طبعا رقم واحد. خلينا نشوف لا
اذا كان في عندي للليمت اللي هي على الخصائص، لو اجي نحكي بشكل مباشر ليمت لما اكس حتقول ما لا نهايه لن الاكس ناقص لن الاكس زائد واحد ما لا نهايه ناقص ما لا نهايه. انت بهاي الحاله مجبور شو تعمل؟ ترتبها ليمت لما اكس حتقول ما لا نهايه لن القسمه اكس على اكس زائد واحد. فهاي الحاله خلي اللين برا وكثيرات حدود لما اكس حتقول للما لا نهايه واحد، تاخذ اكس على اكس يعني واحد وتساوي لن الواحد وتساوي صفر. طيب في عندي كمان فكره، اذا كانت على لن لما اكس حتقول للما لا نهايه، اذا كان عندي ايش اكس ناقص لن الاكس زائد واحد، بهاي الحاله بدك تعرف انه بما انه لن تمام، بما انها لن كيف انا مجبور اعاملها هاي المره؟ انا مجبور اعاملها انه اطلع لها شو لهاي لن حتى يعني انه احولها. بما انه عندي لن، اللن بدي على الخواص، لو اخذت لها ليمت لما اكس حتقول لما النهايه، لو اخذت لن الاي انت ما عملت شيء رفعتها كلها اكس لن الاكس زائد واحد، انت زي كانك ما عملت شيء واحد. فايش حتصير هاي لن؟ عشان تقدر تحولها ليمت لما اكس حتقول لما النهايه اي قوه اكس على ايش اكس زائد واحد. هسه صارت ايش زي كانها لن وتساوي، خليها لن برا ليمت لما اكس حتقول لما النهايه اي قوه اكس على اكس زائد واحد، اشتقاق اي قوه اكس على ايش على واحد ليمت لما اكس حتقول لما النهايه، طبعا وفي لن برا فبتصير ايش ما لا نهايه، وفي عندي لن برا وتساوي ما لا نهايه. تمام لحد هاي وصلت. في عندي كمان شغله، يعني حكينا انه عن طريق توحيد مقامات او عن طريق ايش عن طريق خصائص اللن. في عندي فكره كانت موجوده بالكتاب اللي هي توحيد مقامات، انذكرت بسؤال واحد ليمت لما اكس حتقول للما لا نهايه جذر الاكس تربيع زائد 2 اكس ناقص اكس بهذا الشكل، الاكس برا ايش المرافق لها هاي نفسه بس اعكس انها الاشاره بدل سالب حطها موجب، ايش راح تضرب مقدار كامل نفس الشيء اكس تربيع زائد 2 اكس تحت الجذر زائد اكس عشان تروح واحده موجب مع واحده سالب، طبعا بسطوا مقام اكس تربيع زائد 2 اكس زائد X. رتبها بدي اياك تركز معي هاي كيف ضربها راح يطلع هاي مع هاي راح يروح الجذر حتصفي اكس تربيع زائد 2 اكس هاي مع هاي راح تطلع سالب وهاي مع هاي موجب فراحوا مع بعض ناقص اكس تربيع هاي اول شغله هسه نيجي لهاي هاي نفسها راح تضل زائد اكس تمام هاي مع هاي راح تصفى ايش المقدار تمام وصلنا لهون هسه شو حكينا راح يساوي المقدار حتساوي ليميت لما اكس حتقول للما لا نهاية 2 اكس على جذر الاكس تربيع زائد 2 اكس زائد اكس ركز معي هاي فيها مزبوط عشان بدنا نحلها كيف هسه هون المقام هاي شو راح يطلع منها اكس تربيع تمام اسحبها على المشترك يعني ايش حيصفي المقدار ليمت لما اكس حتقول للما لا نهاية 2 اكس اكس تربيع على المشترك تحت الجذر يعني اكس نفس الطريقة الهاي ايش كمان اكس تربيع واحد زائد اثنين على اكس تمام لحد هون زائد اكس عشان اختصر هاي اقسم على اكس او اسحب اكس على المشترك من المقام واقسمها يعني ايش بصفي ليمت لما اكس حتقول للما لا نهاية اثنين على جذر الاكس الواحد زائد اثنين على اكس زائد واحد هسا ايش راح نحكي اخر اشي حكينا عنه نجي نعوض اللي هي حكينا ليمت عوض المال النهاية اثنين على هاي عوض المال النهاية بالمقام هاي راح تصفر اثنين على جذر الواحد زائد واحد وتساوي اثنين على اثنين وتساوي واحد ويعطيكم العافية.